خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الحبيب، تضع في ذهنك هدفا محددا وتنصبه أمام عينيك، فعليك الآن، عليك أن تستعين بالله تعالى وتلح بالدعاء، ومع الإصرار على النجاح والمحاولة التي لا تتوقف والتدريب المستمر والتعلم من الأخطاء التي تقع والانتفاع بتجارب الآخرين، يوشك أن تصل وتقر بذلك عينك. فعليك إذن، عليك أن تواصل، فإنك واصل بإذن الله تعالى. إلهي رقيب على كل الوجود وساهر على الفلك الدوار، نجما وكوكبا، رقيب على كل النفوس، وإن تلذ بصمت ولم تجهر بسر تغيبا، رقيب تعالى مالك الملك، مبصر به كل شيء ظاهرا أو محجبا. سبحانك تباركت وتعاليت، سبحانك لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا كن لنا سندا ومعينا، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، يا أرحم الراحمين. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.